أكد خطيب يوم عرفة الشيخ ماهر المعقلي أيضا ضرورة المحافظة على الضروريات الخمس التي أوجبت الشريعة على العناية بها. وأشار الشيخ إلى أن هذه الضروريات هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وقد اعتبر الشرع أن التعدي عليها جريمة. كما طلب خطيب يوم عرفة من الحجاج الدعاء للأشقاء الفلسطينيين. وقد أكد الشارع الحكيم وجوب المحافظة على الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على العناية بها، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، بل اعتبر الشرع أن التعدي عليها جريمة تكون سبباً للعقوبة. ومن هنا كان الحفاظ على هذه الضروريات من أسباب دخول الجنان ورضا الرحمن، ومن أسباب الاستقرار والسعادة والرقي والحضارة في الدنيا، وبفقدها تختل الحياة ويكون الإخلال بها سبباً لعقوبة الآخرة. ولذا كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا.